باشمهندس محمد، النهارده بقول كده يوم جميل جدا ليكوا سكه حديد، لينا كشعب مصري، لاهالينا في سيناء. مساء الخير احمد بيه، كل سنه وحضرتك طيب، انت والساده المشاهدين الكرام، بمناسبه اعياد سيناء، وكل سنه ومعاليك طيب، وكل الشعب المصري وكل اخواننا في سيناء، بمناسبه عبور قطار التنميه لجانب الشرقي في سيناء ووصوله محطة كبير العبد. باشمهندس محمد، قول لنا على فرحة الناس النهاردة، قول لنا على التشغيل كمان. طبعا الفرحة الحقيقية حضرتك عايز تشوفها النهاردة، تشوفها في عيون الأطفال. شفتها وهعرضها بعد شوية. اتفضل. الأطفال اللي هم ما عاشوش زمن القطارات، طفل ما يعرفش يعني إيه قطر، ما شافوش. اخر ناس شافت القطار هم الجيل اللي عاش سنه 67. فبالتالي النهارده كان الاطفال اللي في المحطات الى جانب المدارس اللي جنب السكه واحنا ماشيين، الاطفال كانت من الفصول بتشاور بايديها، منتهى السعاده جوه الشعب السيناوي كله، صغار وكبار. حسوا فعلا ان الدوله المصريه حطاهم جوه عينيها. النهاردة بنتكلم على نقلة حقيقية أيضا في الربط ما بين سيناء وجميع محافظات مصر. أحمد بيه، هي مش ربط بمعنى ربط، هي ملحمة للدولة المصرية. إحنا ما عملناش خط سكة حديد يمشي زي كل خطوط السكة الحديدية. نعم. إحنا كان عندنا كوبري في الفردان بيمشي على القناة القديمة. أيوه. كوبري فرضاني. أيوه. يعني يعدي قطار واحد. نعم. اتنشأت القناة الجديدة. فاصبح مفيش قطر يعرف يعدي الجانب الشرقي. فكانت توجيهات القياده السياسيه ان يتعمل كوبري مزدوج. يسمح بمرور قطارين في نفس الوقت. نعم. نظرا للكثافه اللي احنا هنشوفها في سيناء، سواء ركاب او المحاور اللوجستيه او البضائع. نعم. فبدات فعلا الهيئه الهندسيه مع الشركات المتخصصه. نعم. تنشئ الكوبري. نعم. وتم انشاؤه تماما وتجرب. والنهارده كنا بنشغل تشغيل تجريبي للقطار من الشرق للغرب. نعم. وعشان كده احنا ركبنا محافظه الاسماعيليه وصلنا الى بئر العبد. نعم. شغلنا ملحمه الدوله المصريه. شغلنا التجريب من الغرب للشرق، مش كده؟ وبعدين العوده من الغرب. من الغرب، من الاسماعيليه. أيوه. لغايه بئر العبد. مظبوط. وتم بنجاح، والقطار رجع للغرب تاني. عظيم. وكان في قطار بضايع اخر موجود في نفس التوقيت على نفس على السكه الثانيه، الخط الثاني. ممكن يكون هو ما ظهرش في الصور، ولكن لا، ده هو موجود. كان القطار الركاب ماشي وفي قطار بضايع. يعني النهارده بنقول عندنا ركاب وعندنا بضايع. عندنا قطار بضايع اتجه النهارده، لانه كان البضايع دخل من شهرين. لا، في قطر النهارده دخل ورا قطر الركاب. كويس. بحوالي بعديه بربع ساعه توجه للتفريعه في ميناء الشرق بورسعيد. نعم. وكان قطر محمل بالحاويات. طبعا النهارده هو طيب معلش، ده خبر مهم. ناقل كام حاويه قطر البضايع؟ قطر البضايع كان شايل 25 عربيه، يعني عليهم 25 حاويه. أيوه. 40 قدم مكافئ. ده يعني جاي من الدخيله ولا جاي من اسكندريه ولا جاي منين؟ جاي من مينا الدخيله. رايح مينا شارع بورسعيد. لمينا شارع بورسعيد. يعني حضرتك 25 عربيه نقل تريلا كانت المفروض هتمشي على الطرق. كانت هتعبر في الانفاق، كانت هتمشي جوه سينا، اتعدت في قطر في خلال ربع ساعه كان بيمر من على الكوبري. عظيم. القطر النهارده احنا كده ربطنا سينا بكل المواني المصريه. استكمالا للمحور اللوجستي. الفردان. بير العبد، العريش، طابا. عظيم. طيب احمد بيه، حضرتك عارف ان سينا جنة الله في الارض. نعم. سواء في المواد الخام. نعم. او في الـ في الـ في الـ في الـ او في المنتجات الطبيعيه. احنا النهارده كلنا شايفين اشجار مثمره، شايفين زيتون، شايفين مانجا، شايفين ارض خضراء. خير. ارض مبشرة كلها خير. ارض بكر. كلها خير سينا. ارض بكر. صحيح. كل ده محتاج السكه الحديد تبقى. نعم. واحنا جاهزين للشعب السيناوي. نعم. واحنا كنا قاعدين في وسطهم النهارده، لا هم حسوا ان احنا غرب ولا احنا حسينا ان احنا غرب. نعم. اهلنا كانوا في منتهى السعاده ومنتهى الترحيب اللي اكتر مما نتخيله. طيب خلينا نبدا بمساله التشغيل الرسمي. سياده الفريق كامل، وزير النهارده اتكلم تقريبا يوم السبت، مش كده؟
يوم السبت ان شاء الله اول تشغيل رسمي ايوه للقطارات ايوه ومنحه من فخامه الرئيس ايوه ان التشغيل للاسبوع الاولاني هيكون بدون نعم. بدون تمن بدون تذكره هديه من سياده الرئيس هديه للشعب المصري عظيم لاي حد يركب الخط ده لاي حد كبير صغير طفل نعم. احنا بندعوهم ان هم يركبوا حتى لو مش رايح مشوار يحس بالفرق بين الوسائل الاخرى ويتفرج على تينا بالمره طيب ممكن حد تقول لي بيقطع المسافه من بير العبد لمحطه مصر في قد ايه احنا النهارده المسافه خدت معانا حوالي ساعه ونص لان كنا بنتوقف في كل محطه بتتوقفوا لا الطبيعي التشغيل الطبيعي التشغيل الطبيعي الرحله من الفردان لغايه بير العبد هتاخد لها حوالي 55 دقيقه 60 دقيقه كويس بالفردان لبير العبد كويس قوي نقول ساعه نقول ساعة كويس ويصل القاهرة في قد ايه؟ ساعة كمان ولا اقل؟ ياخد كمان من القاهرة من محطة الاسماعيلية ياخد له كمان ساعة ونص ساعة ونص يعني ساعة ونص. خلال ساعتين ونص تركب من بير العبد تبقى في قلب القاهرة تبقى في قلب القاهرة لا محتاج عربية ولا محتاج مش كده؟